حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالاسلام من الناس فكتبنا له الفا وخمسمائه رجل فقلنا نخاف ونحن الف وخمسمائه فلقد رايت نبتلينا حتى ان الرجل ليصلي وحده وهو خائف حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش فوجدناهم خمسمائه قال ابو معاويه ما بين ستمائه الى سبعمائه